بسم الله الرحمن الرحيم. تم تحديث نظام الماك مؤخرا واضافوا له ثلاث مميزات جديدة، صحيح انها ما هي مهمة لكن حبيت اني اذكرها. فقبل ندخل في التفاصيل اتمنى تعطوا لايك لهذا الفيديو وايضا تشتركون بالقناة. اول حاجة انه الان لو جيت رحت لعالم التفاحة اخترت اباوت ذيس ماك، فالان راح يظهر لك الاصدار اللي هو هنا 12.5. لو ضغطت على الرقم 12.5 راح يظهر لك هذا الرقم 21G72، فهذا هو اخر اصدار نظام الماك او اس مونتري. المميزات اللي اضافوها انه الان لو جيت رحت للاعدادات وبعدين دخلت على ديسكتوب اند سكرين سيفرز، نزلت تحت فاضافوا فيه اربع خلفيات شاشه جديده. هذه الخلفيات هي اللي نفسها موجوده لو اشتريت الماك بوك اير بمعالج الام 2. فعلى موقع ابل لو جيت انت اخترت من ضمن الالوان فراح تظهر لك نفس خلفيات الشاشه اللي تكلمت عنها قبل شوي. الحاجه الثانيه لو دخلت على تطبيق التي في، فاتوقع انه متوفر في امريكا انه لو كنت تشوف اللي هو اللايف جيمز او البث الحي للمباريات فتقدر انك انت تعمل رجوع وانت تشوف البث الحي. الحاجة الأخيرة أنه الآن لو جيت دخلت على موقع أبل فهنا كاتبين أنه there are no new release notes for this software update، بمعنى أنه ما في أي ملاحظات على هذا التحديث. طبعا هذا الوضع مختلف مثلا في نظام الـ iOS 15.6، فبنلاحظ أنه في مشكلة حتى الآن ما حلوها، لكن في نظام الماك يقول أنه ما في مشاكل، فعشان كذا أتوقع أنه آخر تحديث. فنصيحتي لكل الناس أنها تحدث. هذا اللي حبيت اوضحه اليوم، يعطيكم العافية ونشوف ان شاء الله مع فيديو قادم.